على مدى الشهر الفضيل نجوم يتعهدون بإسعادكم: إياد راضي، زهراء بن ميم، آلاء حسين، هيفاء حسوني، علي الخالدي، تاميلا سنان، جمانة كريم، محمد سوادي، سلاف، أحمد الخفاجي، وليام البياتي. رغم الكورونا انتظرونا. في رمضان الحوار مستمر عن عراق الأمس وعراق الغد. نوار عاصم، مانشيت أحمر. علي عماد، الجمهورية السادسة. حسام الحاج، لعبة الكراسي. دينا القسوس، فلان الفلاني. عامر إبراهيم، طبعة محدودة. ختام الغراوي، لعبة الكراسي. أحمد خضر، الخلاصة. هشام علي، لعبة الكراسي. الشرقية نيوز، الآراء شتى والملتقى واحد.